المغص والانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة شكوى متكررة عند معظم الأمهات، وبالذات الأمهات الجداد اللي ما عندهمش خبرة مع تربية الأطفال. تابعوا معانا الفيديو ده للآخر علشان هقول لكم إيه هي أسباب المغص والانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة وأحسن طرق للعلاج. أهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن المغص والانتفاخ عند الأطفال الرضع، أسبابه وعلاجه. خليكم معنا. في البداية لازم أوضح أن المغص والانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة هو موضوع مشهور جدا، بالذات عند الأطفال اللي عمرهم أقل من 6 شهور، وده في نسبة كبيرة من الحالات بيبقى أمر طبيعي أو مغص وانتفاخ وظيفي، والطفل بيتحسن كل ما بيكبر. لكن عندنا بعض الأسباب اللي بتزود المغص والانتفاخ عند الأطفال اللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، علشان لو منعنا الأسباب دي هنحسن كتير من المغص والانتفاخ عند الأطفال، وممكن نعالج الطفل تماما ويبقى ما بيعانيش لا من مغص ولا من انتفاخ. في الفيديو ده هقول لكم ايه هي أسباب المغص والانتفاخ، وازاي نقدر نتعامل معاها، وازاي نقدر نعالج الطفل اللي بيعاني من المغص والانتفاخ. المغص والانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة لخمس أسباب مشهورين جدا. أول سبب إن الطفل يكون بيبلع هواء وهو بيرضع. ساعات بيبقى وضع الرضاعة بتاع الطفل ماهوش صحيح، والطفل مش ماسك حلمة الثدي كويس، وبقه مش محاوط الحلمة كويس، فبيبقى فيه فراغ ما بين بق الطفل وما بين ثدي الأم، والطفل في الحالة دي بيبقى بيبلع هواء مع الرضاعة، والمعدة بتاعته بتتعبى بالهواء، والهواء ده بينزل الأمعاء وينفخها ويعمل للطفل انتفاخ، والانتفاخ هيسبب له المغص. ضروري جدا ناخد بالنا ان الطفل وهو بيرضع ما يكونش بيبلع هواء. السبب الثاني هو السكاتة. استعمال السكاتة في الأطفال ليه بعض الفوائد، ولكنه برضه ليه بعض الأضرار. أحد أشهر أضرار السكاتة هو حدوث الانتفاخ، ده لأن الطفل بيبقى بيبلع هواء لمدة طويلة، والهواء برضه بينزل معدته ويوصل للأمعاء ويخلي بطنه منفوخة. الحاجة الثالثة اللي بتعمل مغص وانتفاخ هو إن هضم اللبن نفسه اللي الطفل بياخده في الرضاعة من نواتج هضمه في الجهاز الهضمي إنه بيطلع غازات، ودي حاجة فيسيولوجية بتحصل أصلا من هضم اللبن في الجهاز الهضمي، ولكن الموضوع بيكون زايد أكتر مع الأطفال اللي بياخدوا لبن صناعي. المغص والانتفاخ عند الأطفال اللي بيرضعوا طبيعي بيكون أقل بكتير جدا من الأطفال اللي بيرضعوا صناعي. يبقى اللبن الصناعي بيزيد من معدلات المغص والانتفاخ عند الأطفال. علشان كده هكرر تاني، الرضاعة الطبيعي مفيش أحسن منها. احنا بندي الطفل لبن نظيف ومعقم وجاهز، وكمان رخيص ما بيكلفناش فلوس، وما بيعملش للطفل مغص وانتفاخ زي الألبان الصناعية. السبب الرابع لحدوث المغص والانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة هو إن الأم تكون بتاكل بعض الأكلات اللي ممكن تنزل للطفل في اللبن وتعمل له مغص وانتفاخ. عندنا مجموعة كبيرة من الأكلات اللي ممكن تعمل كده، اللي منها طبعا الكرنب، ومنها الأرنبيط، ومنها الفول، ومنها اللوبيا، ومنها الفاصوليا، وبعض الأكلات التانية اللي هي بيبقى فيها توابل كتير، ودي بتعمل مغص للطفل وألم في بطنه. وأنا كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن الأكلات الممنوعة للأمهات اللي بيرضعوا، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. لو حضرتك بتتعبي أو بيجيلك مغص وانتفاخ من بعض الأكلات، أو بتلاحظي إنك لما بتاكلي أنواع معينة من الأكل ابنك أو بنتك بيجيلها مغص وانتفاخ جامد، يبقى لازم تقللي من الأكلات دي في أكلك علشان الطفل نقلل عنده المغص والانتفاخ قدر الإمكان. الحاجة الخامسة اللي بتعمل مغص وانتفاخ عند الأطفال حديث الولادة هو الإمساك. الإمساك أحد أشهر أسباب المغص عند الأطفال عموما، وعند الأطفال حديث الولادة بالتحديد. الإمساك معناه إن الطفل مش عارف يتخلص من البراز كويس، سواء لأن البراز ده بيبقى ناشف أو محجر فصعب على الطفل يتخلص منه، أو إن الجهاز الهضمي بتاع الطفل يكون انقباضاته ضعيفة شوية فمش عارف يتخلص منه، أو إن الإمساك دون يكون سببه وراثي، يعني الأم أو الأب أو الإخوات أو حد في العيلة بيعاني من الإمساك، فبيبقى الطفل دون برضه بيعاني من الإمساك. في حالة إن الطفل بيعاني من الإمساك، سواء ده إمساك وظيفي أو ليه سبب تاني، هنلاقي إن الطفل ده عنده مغص وانتفاخ بمعدل أعلى من الأطفال التانيين. طيب كده أنا قلت لكم أشهر أسباب المغص والانتفاخ عند الأطفال. نيجي بقى للأعراض. لما الطفل بيكون عنده مغص وانتفاخ إيه الأعراض اللي بتبان عليه؟ أول حاجة الطفل بيقعد يعيط ويصرخ
ويزن كتير جدا. تاني حاجة الطفل بطنه بتبقى منفوخة وبتبقى محجرة أو بتبقى ناشفة، لما نيجي نضغط عليها بنلاقيها منفوخة وناشفة. الحاجة التالتة الطفل عادة بيقعد يرفص برجليه جامد، ودي أحد العلامات المشهورة لإصابة الطفل بالمغص والانتفاخ. الحاجة الرابعة الطفل ممكن يرفض الرضاعة لأن هو حاسس بوجع في بطنه، فبالتالي ما عندوش القدرة إن هو يرضع لأن حاسس إن بطنه بتوجعه. الحاجة الخامسة إن نلاقي الطفل بيتكرع كتير أو بيخرج ريح كتير، ده معناه إن بطن الطفل هنا مليانة غازات. الحاجة السادسة إن نلاقي الطفل ده عمال يعتل جامد أو عمال يحزق جامد، ونلاقي وشه بيحمر جامد. طيب ايه هو علاج المغص والانتفاخ عند الاطفال؟ الحقيقة السؤال هنا هينقسم لجزئين. الجزء الاولاني ازاي نمنع اصلا المغص والانتفاخ عند الطفل، او ازاي نقلل من معدل حدوثه، والحاجة التانية لو الطفل فعلا عنده انتفاخ وعنده مغص ازاي نعالجه. الحاجة الاولانية ازاي نقلل حدوث المغص والانتفاخ، اول حاجة وضع الرضاعة يكون صحيح، نتأكد ان الطفل ماسك حلمة صدر الام كويس، والمنطقة البني دي كلها الطفل محوطها ببقه، وحلمة الصدر الطفل ماسكها كويس، والطفل ملوش صوت وهو بيرضع. لو لاحظنا ان الطفل ليه صوت وهو بيرضع او مش عارف يمسك صدر الام كويس، حضرتك ممكن بصباعينك الاتنين تمسكي على شفايف الطفل علشان يبقى ماسك الحلمة كويس، ومفيش اي فراغ ما بين بق الطفل وما بين الثدي علشان ما يبلعش هوا كتير. الحاجة التانية الطفل يرضع رضعة كاملة من ناحية واحدة من الثدي. لبن الام بينزل على 3 مراحل. المرحلة الاولانية بيبقى اللبن الخفيف او حاجة شبه المية بسكر، واللبن ده بيبقى غني جدا باللاكتوز. المرحلة التانية بينزل اللبن الاتقل شوية اللي بيبقى غني بالبروتينات. المرحلة التالتة بينزل لبن اتقل منه وبيبقى غني بالدهون والفيتامينات. لو الطفل رضع من ناحية من الثدي 2-3 دقايق يبقى كده خد اللبن الامامي اللي هو عبارة عن مية بسكر وغني باللاكتوز. الام تنقله على الصدر التاني ياخد نفس اللبن الامامي اللي هو غني باللاكتوز، فالطفل ده يبقى بياخد كمية كبيرة من سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، وده من نواتج هضمه في امعاء الطفل، بيطلع غازات كتيرة جدا وبيعمل مغص وانتفاخ. وكمان الطفل هيبقى ما استفادش من الرضاعة بشكل كويس لانه ما اخدش البروتينات ولا الدهون ولا الفيتامينات اللي بتنزل في اللبن بعد كده. علشان كده ضروري الطفل يرضع رضعة كاملة من صدر واحد لحد الصدر ده ما يفضى تماما. لو حسيت ان الصدر ده فضى تماما والطفل لسه عاوز يرضع، في الحالة دي ممكن ننقله على الناحية التانية. لكن ما تنقليش الطفل على صدرك في نفس الرضعة الا لو كان صدرك فضى خالص. ولو الطفل خلص رضاعة وانت لسه حاسة ان الصدر ده مليان، يبقى الرضعة الجاية كمان الطفل يرضع من نفس الناحية دي علشان ياخد اللبن اللي اتبقى من الرضعة اللي فاتت. الحاجة التالتة اللي بنقلل بيها المغص والانتفاخ عند الاطفال الرضع، هو ان احنا نكرع الطفل على الاقل مرة في نص الرضاعة ومرة في اخر الرضاعة، علشان نخرج الهواء اللي الطفل بيبلعه اول باول، وقبل ما ينزل للامعاء ويعمل الانتفاخ ويعمل المغص. حضرتك في نص الرضاعة هتشيل الطفل من على صدرك، هتحطيه على كتفك وتخبطي على ظهره شوية لحد الطفل ما يتكرع، ويرجع تاني على صدرك يكمل رضعته، وبعد ما يخلص هنعمل نفس الكلام ده تاني لحد الطفل ما يتكرع. في بعض اطفال بيتأخروا شوية على ما بيتكرعوا، لكن ضروري جدا ان احنا نفضل صابرين على الطفل لحد ما يتكرع، لان كده هنبقى خرجنا الهواء، والطفل ده لما هينام ولا هيجيله مغص ولا هيجيله انتفاخ، وبالتالي انت هترتاحي وهتعرفي تنامي كويس. فلما حضرتك تتعبي في الاول علشان تخرجي الهواء دون والطفل يتكرع، ده هيخليك ترتاحي بعد كده لما الطفل ينام مرتاح وما يقعدش يعيط. الحاجة الرابعة لتقليل المغص والانتفاخ عند الاطفال الرضع، هو ممنوع السكاتة ممنوع اللبن الصناعي. السكاتة بتزود الانتفاخ واللبن الصناعي بيزود الانتفاخ. احنا ممكن نستعمل السكاتة لكن ليها مواصفات معينة ومحاذير معينة هقولها بعد كده، ولكن ما بنستخدمهاش الا للضرورة القصوى، وهقول لكم برضو ايه هي الضرورة القصوى في الفيديو بتاع السكاتة ان شاء الله. الحاجة التانية بلاش لبن صناعي، لان اللبن الصناعي بيزود المغص والانتفاخ عند الاطفال. ما تسمعيش كلام الناس اللي بيقولولك ده ابنك وزنه قليل، اللبن عندك قليل، او انت تقولي انا حاسة ان الطفل ما بيشبعش. بلاش تسمعي الكلام دون، تابعي معدل زيادة نمو الطفل
ومعدل نموه مع دكتور الأطفال، ودكتور الأطفال لو شايف الولد بيزيد في الوزن كويس ومعدل نموه كويس هيقولك يا ماما ابنك بياخد كفايته من الرضاعة وبلاش اللبن الصناعي. فرجاء بلاش نستخدم اللبن الصناعي بدون داعي، وبلاش نستخدمه إلا بوصف دكتور الأطفال فقط. الحاجة الخامسة لتقليل المغص والانتفاخ عند الأطفال الرضع هو إن حضرتك تغيري شوية في نظام أكلك. لو في بعض الأكلات لما بتاكليها أنت بتتعبي وبيجيلك مغص وانتفاخ وبتحسي إن الطفل بيزيد عنده معدل المغص والانتفاخ، يبقى لازم تقللي الأكلات دي أو توقفيها خالص من أكلك علشان الطفل يرتاح وما يقعدش يجيله مغص وانتفاخ ويعيط كتير. بكده أكون قلتلكم إيه هي الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نقلل من معدل حدوث المغص والانتفاخ عند الأطفال الرضع. طيب لو الطفل فعلا عنده مغص وانتفاخ أعمل له إيه أو أتصرف معاه إزاي أو أعالجه إزاي؟ عندنا كذا حاجة بنعملها علشان نعالج المغص والانتفاخ عند الأطفال الرضع. أولهم خالص إن الطفل ياخد حمام مية دافي. لو الطفل بطنه منفوخة وعنده انتفاخ جامد هاتي مية دافية وقعد الطفل فيه وابتدي يدلكي جسمه بالراحة، هتلاقي الطفل بدأ يسترخي وبدأ يهدى وينام. المية الدافية بتحسس الطفل بالاسترخاء وبتحسسه بالأمان، لأن بتفكره بالوضع اللي كان موجود فيه داخل رحم الأم وبيحس أكتر بالأمان، وفي الحالة دي المغص والانتفاخ عنده بيقله شوية والطفل ممكن يبطل عيط وينام. الحاجة التانية اللي بنعملها علشان نعالج المغص والانتفاخ هو بعض التمارين اللي بنعملها للطفل وبتريح أو بتعالج المغص والانتفاخ. أولهم خالص هو عمل مساج أو تدليك لبطن الطفل. حضرتك بتحطي على أيديكي شوية زيت زيتون أو شوية زيت لوز، كمية صغيرة خالص، وبتدلكي بطن الطفل في اتجاه عقارب الساعة. ده نفس اتجاه حركة الأمعاء بتاعة الطفل، فانت بتدلكي بالراحة خالص لمدة من 3-5 دقايق، وممكن تكرري الموضوع ده كذا مرة في اليوم. التمرين ده بيريح الطفل خالص، ولو في اي غازات في بطنه بيبتدي يتخلص منها. التمرين التاني هو ان احنا ندلك ظهر الطفل بان الطفل يكون نايم على بطنه، بس نكون شايلينه ومراقبين تنفسه كويس وما يبقاش وشه جاي على حاجة ممكن تكتم نفسه، والطفل نبتدي ندلك ظهره برضه بالراحة. فوضع الطفل وهو نايم على بطنه بيخلي أي غازات موجودة في الأمعاء ممكن تخرج بسهولة. التمرين الثالث هو تمرين العجلة أو البدال، وهنا بننيم الطفل على ظهره وبنتني رجله على بطنه ونفردها، والرجل التانية نتني ونفردها، ونبتدي نشتغل على الاثنين بالتبادل بس بالراحة. وإحنا بنتني رجل الطفل على بطنه نحاول نضغط على البطن بس حاجة بسيطة خالص، ونفرد ونعمل نفس الكلام في الرجل التانية، هنلاقي الطفل بدأ يخرج ريح، وبمجرد ما يخرج ريح هنلاقيه بدأ يهدى من المغص والانتفاخ وهنلاقي العيط بتاعه بدأ يقل. الحاجة التالتة لعلاج المغص والانتفاخ عند الأطفال الرضع هو استخدام الأدوية، وعندنا أدوية كتيرة جدا نقدر نستخدمها، لكن أشهر هذه الأدوية وأحسنها وأأمنها هي الأدوية اللي بتحتوي على مادة الدايميسيكون، اللي أشهرهم السايميسيكون اللي احنا بنديه للأطفال على شكل نقط أو قطارة. والسايميسيكون من الحاجات الآمنة جدا لأنه بيشتغل بشكل موضعي جوه الأمعاء، وبيقوم بامتصاص الغازات اللي موجودة في الأمعاء وبيخرجها برا الجسم. والجرعة هتبقى على حسب عمر الطفل، على حسب شدة الحالة، لكن احنا عادة بنديه من 3-4 مرات في اليوم. في اول 3 شهور بندي 5 نقط 3 مرات في اليوم، وبعد 3 شهور بندي نص قطارة لحد قطارة كاملة 3 مرات في اليوم بعد الرضاعة. بكده اكون قلتلكم اسباب المغص والانتفاخ وازاي نقلل من معدل حدوثه وازاي نعالجه لو هو موجود. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وما تنسوش تبصوا على صندوق الوصف علشان هسيب لكم فيه لينكات فيديوهاتنا اللي فاتت. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.